الإخلاص لله تعالى والخوف والخشية منه عز وجل أمور تبعث في النفس الطمأنينة والاستقرار، وبالتالي يمكن أن يصل الإنسان إلى أي هدف يريد تحقيقه، وذلك بالتوكل على الله تعالى، مما يجدد حياة الإنسان ويحافظ على توازنها الارتباط المستمر بالله سبحانه. ما يصيبنا من خير هو من عند الله تعالى، وإن لحظة ابتعاد واحدة عن اللطف الإلهي تعني التيه والضياع.